كشف سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة قدمت 11 برنامجا تدريبيا للسادة النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، تتضمن آلية التعاون مع برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة، وكذلك تقرير ديوان الرقابة المالية إلى جانب استخدام الأدوات التشريعية. وذكر أبو نجمة خلال مؤتمر صحفي لأمانة النواب أنه من منطلق تطوير أداء العاملين في الأمانة العامة وتنفيذا لتوجيهات معالي رئيسة مجلس النواب بالارتقاء بالعمل البرلماني وتطوير الكادر البشري بالأمانة، وقعت الأمانة خلال دور الانعقاد الأول 5 اتفاقيات مع كل من معهد التنمية السياسية، معهد الدراسات القضائية والقانونية، المعهد الدبلوماسي، صندوق العمل تمكين والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الأمانة العامة بصدد دراسة توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع كل من الاتحاد البرلماني الدولي ومؤسسة الشركاء العالميين البريطانية والاتحاد العربي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجلس الشورى ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة. وحول المشاريع التي سيشهدها دور الانعقاد الثاني والتي من شأنها تجويد آلية العمل الداعمة لسادة النواب وإشراك المواطنين في القرار البرلماني، قال الأمين العام لمجلس النواب إن الأمانة ستبدأ بتطبيق مشروع المضبطة الإلكترونية بشكل رسمي ابتداء من دور الانعقاد الثاني بعد نجاح التطبيق التجريبي للمضبطة الإلكترونية في دور الانعقاد الأول وما شهدته من سرعة ودقة في العمل والإنجاز. طبعا كان عندنا تحدي كبير في هذا الدور، وأن 37 نائب جدد في هذا المجال، لكن لله الحمد كان هناك تعاون مثمر بيننا وبين أصحاب السعادة، وكان توجيهاتهم وأيضا توجيهات معالي الرئيسة كلها تصب في مصلحة المجلس بشكل عام. طبعا أهم الإنجازات الأمانة هي أن تحويل كثير من الأمور الورقية الإلكترونية عشان لأنها تصب في سرعة العمل، وأهم مشروع عندنا هو المضبط الإلكترونية والـ 365 أوفيس اللي يتعلق بعمل أصحاب السعادة النواب، وهذه من الأمور اللي يعني كانت مهمة في الفصل الأول، إضافة إلى موضوع الواتساب بوت هذه اللي هو تعامل مع المواطنين والمهتمين بالشأن البرلماني إنه يكون تعاملهم إلكتروني وسريع بدون يعني خلال 24 ساعة. طبعا دائما هم على رد، يعني رد متواصل، يعني حتى مو محتاج إنك أنت تبحث عن المعلومة أكثر من أن الحين حتى الجلسات تشوفها بسرعة بسرعة قاعدة تنحط على الانستغرام على تويتر على الواتساب. طبعا حتى مو بس التواصل الاجتماعي، حتى في ردودهم لو عندك استفسار أو عندك سؤال أو حبيت تزور المجلس هم متعاونين وياك ويساعدون ويكونون وياك متواجدين. هذا الشيء يعني محاولة الانفتاح على المجتمع أو حتى الانفتاح على الصحافة هي خطوة إيجابية، وأن هذه الخطوة طبعا تتعزز. يعني احنا ما نقول ان كل شيء بيرفكت او ما نقول ان كل شيء مثالي، لا، لان الخطوات تنبني، وحاليا مجلس النواب في الطريق الصح على انه يكون اكثر اتصال مع المواطنين. حاليا البرامج التي تعمل عليها الأمانة العامة سواء من ناحية التواصل المجتمعي او من ناحية التواصل مع سادة النواب او حتى في استخدام اليومي في العمل في الأمانة العامة في تطوير كبير. تقنية المعلومات تلعب دور كبير الآن في عمل الأمانة العامة، وهذا بالتالي يوفر جهد، يوفر وقت، ويوفر مال، فهناك توفير كبير في جميع هذه الأعمال في الأمانة العامة.